السلام عليكم، شلونكم جماعه؟ شخباركم؟ وياكم عبد الله بحلقه جديده من ماينكرافت من سيرفر ولا سيرفر اصلا ما عنده اسم ولا كل شيء. فاليوم اخذت من اليوتيوب، اخذت طابعه الردستوني هاي اللي وراي اللي هي راح اجربها وابنيها وياكم. طبعا ها اشكرك يا المهم قولوا فشنو، فلح ابلش الفيديو. اوكي يا جماعه، فهسه اني مثل ما تشوفون هي مجرد ما تبنوه يشبه بلوكات ريدستون لح يصير الشكل الك، وتدوس لي هو هذا الليفر هذا اللي وراي هي. اوكي، والجرافل هو اللي حيدفع الورقه. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي يا جماعه، هسه راح اشوفكم ايش راح اسوي. راح ارسم الفيس مثل ما هو باليوتيوب، ارسم فيس، فحطيت هذني ويندوز با. اوكي هذا طلع مقلوب، احسه صغير اصلا. شو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6، الله بسم الله الرحمن. اوكي، فمثل ما شفتوا هي هاي الطابعة، ويلا خلنا نبدأ نجرب. ترى ما ترجع طبعا. خلص الجرافل لهذا السبب، نحط بعد جرافل بعد جرافل، فخلنا نحط بعد اصلا مو مهم هاي عندنا. فخلنا نبدأ بالشرح الاصلي. يعني يا جماعة لح تجهزون اللي هو السكة والسكة والسكة والبستن والكوارتز والليفر والبلوك ريدستون والريدستون الحبات. اول شي تجي ترتفع 1 2 3 4 5، وتكسر 1 2، تكسر 4، تبقى هاي الحباية. هاي مو وحدة، 2 و3 و4 و5 و6، حسبون عدل 1 2 3 4 5 6. وهاي وحدة 2 3 4 5 6 7، كسر هاي إذن 6 وتجرها. تقدرون تزيدون طبعا بس أريد أختصر أني. فا أوكي يا جماعة، هسه راح أحط هذا كوارتز. طبعا جبت العيد 1000 مرة. فا هسه ايش راح اسوي؟ حجيب البستن وتغطون هاي الجهة كلها بالبستن، وورا ما تضغطون هاي الجهة. هسه اشوفكم ايش راح تسوون ورا ما تغطون الجهة. خليك اسوي لكم البستن هذني، ما لازم اي بستن تكسرون بالغلط. اذا جيت هنا تكسر كل هاي حبات الكوارتز، كل حبات الكوارتز، كل حبات الكوارتز، كل حبات الكوارتز، وكل حبات الكوارتز، وكل حبات الكوارتز. فا اوكي يا جماعة، هسا ورا ما سويت هذا الشي، فراح اجي هنا واشوف على هاي وارتفع واحسب 1 2 3 4 5 6، 6 بالضبط. فا ايضا 1 2 3 4 5 5 6 مثل الشي، ونجرها خط وها هي. ومثل ما تشوفون هذا الشكل طلع عندي اني، ومثل ما تشوفون قدامكم. فا اوكي، حطيت كل ذني، فخل اجي هنا واسوي تجون من هنا، تحسبون 1 2 3، تجرون 3 بلوكات وتجرون، وتجون من هنا من هاي الجهة، تحسبون 1 2 3، تحسبون هم 3 3 3 3 حد اخير بلوكة. فورا ما تسوون هيجي هذا الشي، فراح تجون هنا على هاي البلوكة هاي اللي تشوفوها تحطون، وها هنا هنا نحط هذا بستنات. وتجي تسوون تجيبون حبارة الريدستون، تمدون من هاي الحد البستن البستن ال اسس شنو، تجون هنا بالزاوية هاي
تحطون سكة وسكة، سكة تشتغل بحبات الردستون بالردستون بكل شيء ردستوني، بس شغال لازم يكون مفعل. تجيبون هذه تحطوها بلوكة الردستون بنصها، وتجيبون مثله تحطون لهنا، وتجيبونها لهنا. استشوفوا حتى تفتهمون الشرح. ف إذا حسون هيكي صار عندنا هذا الشيء. تحطون بلوكة ردستون، بلوكة كوارتز وليفر. خلي أجيب السكة. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم حطيت السكة. هسه إذا أدفعها تدور، إذا هيكي شغالة 100%. هسه راح تجون وين؟ خلي أتذكر، تجون هنا تلزمونه وتغطونه حتى ما يبين ورانا كومة شغل. فغطوا وتسووا الأشياء كيفكم، بس أهم شيء إنه الردستون يكون يعني متأكدين من عنده يشتغل، وكل شيء تأكدون من عنده. وأدعي لكم إن شاء الله ينجح وياكم. وطبعا أنا دا ألعب على الجوال، إن شاء الله بالتطورات ألعب على الحاسبة. فيلا خل أسوي، أحط أغلف هم هاي الجهة كاملها. اوكي مثل ما تشوفون غطيتها. ستحتاجون تحسبون فقط على مود الزينة، 1 2 3. طبعا هاي السرعة اي فايدة ما من عنده، بس على مود الزينة مثل ما سوى احنا نسوي. هسه تسوون 3 3 و 3. طبعا هذي ما من لها اي فايدة هاي الجهة، لانه شنو. اوكي جماعة خل احط الصوف وارجع. جماعة هاي الجهة اسف يعني كسروها. اقولكم يعني شنو نحط الصوف. تجيبون فقط جرافل، جرافل وصوف. نزل جوا يا صوف، نصوف اخضر. المهم نحط اي شيء، نلخبط اي شيء. فراح تجون هنا بهاي المكان تحسبون 7 جرافل، كمية اللي تعجبكم. او قبل لا تحطون الجرافل 1 تحسبون دي جوا فقط، جوا البستنات. وين جوا البستنات من هنا؟ بشوف. اوكي مثل الشيء. طبعا انا دا اتقنها الحمد لله، يعني ان شاء الله انتم هم تدقنوها وتجيبوها صح 100%. مثل ما تشوفون سويت هذا الشيء، فكسرت. انتو شنو راح تحفرون بلوكتين بلوكتين. فادعي لكم انه ان شاء الله تنجح وياكم هاي الطابعة الردستونية. طبعا راح اجربها وياكم. ابد ما قصيت، ابد ابد ما قصيت من الفيديو ابد، حتى كل شيء تعرفون. فمثل ما تشوفون سويت هذا، فهسه اجي اغلفه. تحفرون ترجعون تراجعون طبقه الكوارتز، هم هاي الطبقه بقوها. لازم تحفرون اكثر من طبقه يعني بكيفكم، بس انا استغلها يعني. المهم على مود اخلص بسرعه. خوش سويت طبقة واحدة عمود بس التجربة. نحط من هنا 7 جرافل، 1 2 3 4 5 6 7 7 جرافل. انتو الكمية تعجبكم تقدرون تحطون الجرافل، والكمية تعجب يعني الحفر اللي يعجبكم حد البيدروك تقدرون تحفرون نهاية الدنيا يعني جوا البيدر لحد البيدروك. فهسه اجي هنا أنا. وإذا كيفكم إذا أردتوا تغير يعني فقط هاي الجهة ما يصير هيك تسدوها، لأنه يخرب كل الشغل الردستوني. تريدون تسدوها فقط من هذا حتى ما ينفضح. فأني مثل ما تشوفون كملت الحاسبة، هسا حنكملها يا الحاسبة طابعة. إن شاء الله يسوي لكم حاسبة شغالة ردستونية 100%. ف كلها تكماند بلوك واشياء ردستونية. خلنا نحط بس ايش لخبطة يعني صف اخضر وصف.
ما اريد اقول. اوكي فسنحط طبقة سوف اخضر وها هي خلاص. لازم تتأكدون اي فراغ ماكو بين بلاك تسرد. الله خطأت العفو خوي. لازم نحط هنا الاصفر هداية ورجع الكوارتز قدام يخطر. نحط هاي ونحط هاي اكو بلوك حطي اضفته بالداخل مو ما لازم تبقى لازم تتكسر. يعني اذا بقت راح تشكل تسوي لنا فد شي خطير. ازم هذا حط راح تجي هون هنا مثلا اسوي دوار عادية مثل ما تشوفون قدامكم. فهي هاي الحاسبة كل اختصار وتدوسون ليفر وتطلع لكم شيء رتو انتو واي شيء. وعد ان شاء الله تنجح وياكم وان شاء الله اوصل 30 مليون 40 مليون لحد ما نوصل 100 مليون مشترك حتى احصل الدرع الذهبي الفضي والالماسي. وان شاء الله ادعيكم انه اذا واحد عنده قناة انه قناته تربح ويوصل مليون يستلم الدرع الذهبي. وباي باي يا حبايبي حطونا لايكات.